بعد يوم من تقديم رؤية الحركة الجنوبية حول محتوى القضية الجنوبية، فريق القضية يستكمل مناقشة الآراء حول تلك الرؤية تمهيدا لجمع خلاصة الرؤى الأخرى وتقديم المتفق عليها للفريق والمختلف فيها لرئاسة المؤتمر. نحن أمس كانت معنا مناقشة آخر ورقة من أوراق محتوى القضية الجنوبية، وقدم الحراك الجنوبي ورقته بحوالي 2400 صفحة، وبعدها أجلت المناقشات إلى اليوم لمناقشة رؤية الجنوب للمحتوى. ابتدأنا نناقش من اليوم إلى خلال 3 أيام قادمة استخلاصات الفريق للجذور واستخلاصاته كذلك للمحتوى. قضية صعدة، وبينما يواصل فريقها مناقشة رؤى الأحزاب والمكونات السياسية حول محتوى القضية، تحفظ المؤتمر الشعبي العام على تقديم رؤيته بسبب رفض حزب الإصلاح تقديم الرؤية الخاصة به حتى تقديم المؤتمريين رؤيتهم للفريق. المؤتمر الشعبي العام رؤيته جاهزة من قبل 3 أيام، ولكن احنا تفاجأنا بأن الإصلاح لم يقدم رؤيته، ولذلك احنا مصممين على أن المكونات الذي قدمت رؤى في الجذور لازم تقدم رؤى في المحتوى. فريق الحقوق والحريات بصدد جمع تقارير لجانه الميدانية لرفعها إلى اجتماع عام لدراستها ومناقشتها ووضع خططه المستقبلية. اليوم جميع الفرق الحقوق والحريات اجتمعت اجتماع موسع، يعني لجميع الفرق لمناقشة التقارير النهائية التي ستقدم تقرير عام إلى الأمان العام لتقديم للاجتماع العام للحواء. المخفيون قسريا وضعت لجنتهم خطة لفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بعد نزول هذه اللجنة إلى عدد من المحافظات والسجون والإصلاحيات. نحن في العدالة الانتقالية مجموعة المخفيين قسرا اجتمعنا اليوم ونناقش التقرير الذي سنعده ونرفعه إلى الفريق العدالة الانتقالية بشكل عام. أقرينا مسألة النزول والتقرير الذي أعديناه في النزول إلى محافظة تعز، ونحن اليوم بصدد مراجعته وتم إقراره بشكل نهائي. 70 يوما قضاها المتحاورون في مناقشة رؤى المكونات السياسية، تخللها نزول ميداني لبعض المؤسسات والمناطق، وها هم يدخلون مرحلة تستدعي وقفة جادة ونظرة ثاقبة من الجميع، بعيدا عن النظرات والمصالح العدمية التي لا تقود إلا إلى الانقسام. دائما ما يؤكد الرئيس عبد الرب منصور هادي على أنه ليس أمام المتحاورين إلا النجاح، باعتباره فرصة أخيرة، وباعتبار أيضا أنه لا بديل للحوار إلا العنف لا سمح الله، وبما أنها رسالة للمتحاورين الذين أنيط بهم رسم مستقبل اليمن، فهي رسالة أيضا لهواة الفوضى وعشاق الفتن. كفى عبثا بأمن اليمن. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.